هلا اختي الحلوه طلبتني. ايه صبر شوي لا تستعجل. شو السالفه صاير تعرفين؟ شكرا تعطينك المحاجه. صدق تتوقع شكلها مو مستانسه؟ هي اختي جي شخصيه حلوه البرستيج جي ما تشوف فيها. سمعك خير اختي طلبتنا يعني ان شاء الله خير. ها خير ايش فيكم صاير؟ حسن ما شاء الله. هلا لولو تعالي تعالي. ها لولو ما تبين تقولين الخبر اللي قلتي لي يا انا مها مساء وابيك بنفس الطريقه شلون صوتك كان عالي؟ نفسها تقولينه الحين. انا؟ انا ايش قلت؟ انا مالي شغل. شلون مالي شغل؟ عيل اللي قلتيه كذب. ها تبلين كذابه انت معناتها؟ ها شمور انت جايبتنا هنا عشان تقولين الحكي؟ صاير فهموني. شمور صاير ترى خرعتينا. اللي صاير يا حلوه ان لولو قبل شوياتني وقالت لي خوش خبر. قالت لي ان حسين ريلك اللي هو اخوي طلع متزوج مها رفيشتي وبالسر. لا وفوق هذا كله حامل منه بعد، يعني الظن اللي ما قدرت تجيبينه هي بتجيبه. صدق هالحكي؟ اي صدق؟ مو مصدقتني سأليها؟ مو رفيشتك؟ مو 24 ساعة قاعدة تحش وقراب فيني؟ خا تقول لك صدق ولا لا؟ حسين طالعني وقول لي صدق هالحكي ولا لا؟ صدق انك مو كفو. مالك شغل بيعقوب وكلمني صدق هالحكي ولا لا؟ حسين تعال. كذي السالفه طلعت اخوك جاي وقايل لك انت عاد قوم صبه بذون مرتك اللي هي لولو بخور السوق. شمور انت من صدقك يمه؟ ما هو ما غيرها؟ اي شفتي؟ وانا يا غافلين لكم الله، رفيشتي اللي اقعد 24 ساعه طلعت متزوجه اخوي بالسر وانا ما ادري. هذيل عيالك يا يمه ذيابه ما ينخاف عليهم.